جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. ومن هذا الإمام الذي يجب التعلق به ومعرفته، ومن الإمام في وقتنا المعاصر؟ جزاكم الله خيرا. ولي الأمر، الإمام هو ولي الأمر في البلد الذي أنت فيه من بلاد المسلمين، فولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين في أي بلد هو إمامه، فتجب طاعته والانضواء تحت لوائه لتكون مع جماعة المسلمين وتحت ولاية إسلامية. فمن خرج عن طاعة الإمام، إمام المسلمين، سواء كان إماما عاما أو كان إماما في بلد خاص كالولايات المتقطعة من ولايات المسلمين، كل ولاية لها وال مستقل، فعلى كل حال هذه ولاية إسلامية تجب طاعتها والانقياد تحت لوائها والانضمام مع جماعة المسلمين، هذا هو المقصود. ومن خرج عن ولاية المسلمين وعاش خارجا عن جماعة المسلمين وهو يقدر على أن يعيش معهم وأن ينضم إليهم، فإنه يموت على ميتة جاهلية، لأن عادة الجاهلية أنهم ليس لهم إمام، وإنما هم قبائل أو أفراد متقطعون لا تجمعهم ولاية ولا ينضمون تحت كلمة. أما لما جاء الإسلام ومن الله بهذا الدين، فإن المسلمين جماعة واحدة، وإمامهم يكون واجب الطاعة عليهم. ما لم يأمر بمعصية فإنها تترك المعصية، ولكن يطاع فيما سواها من الأوامر. نعم، جمعا للكلمة وحفظا لمصلحة المسلمين. نعم.